يقول عند قيام الساعة، هل صحيح أنها لا تقوم إلا على شرار الناس؟ وهل قيامها يشمل الأحياء والأموات أم على الأحياء فقط؟ جزاكم الله خير. نعم، الساعة ثبت في الحديث أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وذلك أن القرآن يرفع في آخر الزمان ويظهر الكفر والإلحاد في الأرض، ولا ويرسل الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى على وجه الأرض إلا أهل الكفر، عند ذلك تقوم الساعة، لأن بقاء أهل الإيمان وأهل التوحيد في الأرض أمنة لبقائها، فإذا ذهبوا حقت على من فيها من الكفار عقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم.